كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وقع لي واحد المشكلة هذا مع مدير محجز البلدي، ديس من عندهم واحد جوج دمواطر وجوج طوموبيلات، هاد جوج دمواطر وجوج طوموبيلات ديس بأساس هاد الطوموبيلات رولاج ما طلعوش رولاج، عطيتو جوج دمواطر وهاد جوج دمواطر وهاد جوج طوموبيلات عطيتو 6 ملايين، بأن هادشي ما طلعش مواطر جاهم واليهم كيفتشو على مواطر ديالهم، ما جبروش مواطر ديالهم، ناض ناس صداع داوني أنا للحبس على هادشي هذا، ناض عطاني واحد اعتراف بيدين قبل ما نطلع للحبس على أساس هاد الفلوس هادو وعلى أساس باش نرد له مواطر مواليهم وهادي. ردينا مواطر للناس وهادي صدق ما ردهم لا حتى شي حاجه، وعطاوني هذا اعتراف بيدين، هذا اعتراف بيدين طلع مزور مصادق عليه في البلديه وكليز السنياتور كيقولوا ماشي ديالو، خصنا نعرفوا شكون اللي سنيالو هادشي هذا وشكون اللي كلازاه. هاد الناس هادو عاملين هنايا ما بغاو انا الدولي ديالي وصيفطوني للحبس الدولي 6 ملايين، الدولي 6 ملايين وصيفطوني عامد الحبس، سير غدا بعدو ديك الساعه رجع اليوم غدا ما كايناش، ما بغاو يعملوا معايا حتى شي حال وانا ضايع في 6 ملايين ديالي وضايع في رزقي وضايع في بزاف د الحاجات وعاد ضارب عند الحبس. وهاد الناس هنايا دابا كتجي دير الحاجه كيعمل لك في كيتونس كيعمل لك مثلا كتخلص 150 فرانك د الموطور ولا الطوموبيل، ملي كتجي عنده كتخلص موطور ب 7000 8000 درهم، باش فهمتي الطوموبيل كيعمل لك فيها 60 فرانك، انا ديت من عنده طوموبيله ب 600 درهم ومي جيت نخلصها عنده هنايا خلصتها ب 10000 درهم وفي كيتونس عامل لي 600 درهم. دابا هاد الناس الدولي ديالي والدولي فلوس ديالي وانا باقي طالع عاود معاهم وكنطالب في هادشي هذا من رأي العام يتدخل لي في هاد الموضوع هذا ويشوف من حالي، حيتاش هاد الناس ظلموني والدولي رزقي وانا باقي طالع معاهم في المحاكم وكنجري ونهاود على رزقي، كنطالب من السيد وكيل المالك يشوف يفتح تحقيق في هادشي هذا، شوف لي رزقي ويشوف الناس اللي تابعين هادشي هذا وشكون اللي زور هادشي هذا وشكون اللي عدل هادشي هذا، كنطالب موالي الامن طنجه ديالنا هنايا يشوف شني كاين في هادشي هذا ويفتح تحقيق في هادشي هذا من اجل هاد الناس هادو، شني كيعملوا في هاد الفوريان هنايا وشني كيدخل شني كيخرج، راه عاملين ما بغاو كيعمل اللي بغاو وهادشي اللي كاين ولا اله الا الله محمد رسول الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.